السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. والله معلش كنت عندي سؤال بس. اتفضل اسأل. لو أنا لسه مخلص ثانوية يعني دلوقتي، وفي أنا عارف إن أصحابي كان فيهم منهم بعضهم بيغش يعني. خلاص. حكم تهنئته. حكم تهنئة الطالب الغشاش؟ ما يعني هنئه مش مشكلة، بس أنت مش هتبني على أن غش كل حاجة. طب هو يعني ما حكم الفلوس اللي هو هياخدها من الوظيفة اللي هو يخشها؟ أنت هتفصل لسه ما يتخرج ويتعين، سنسأله أسئلة. الله يغفر لنا ولك. معلش يا أستاذ مصطفى، بس السؤال ده أعمل إيه يعني؟ أقول لك إيه يعني؟ لسه هو خد الثانوية وغش شوية في الامتحان، ودخل الجامعة وبعد الجامعة توظف، ولسه مسائل طويلة. الله أعلم يا رب فيه.